نقطة أخرى أنا أجدها كثيرا، وأنا سبحان الله إلى قبل يوم ثلاثة أسمع أحد خطب السيد الوالد يقدس نفسه الذكية، أنه أنت هاي تشرون حماياتكم وتشرون جماعاتكم وبيناتكم، الخطبة تعتبر صلاة، الخطبتين تعتبر ركعتين حبيبي، فطبق شروط الركعتين حتى في الخطبتين، مو 24 ساعة دايرين وجهكم عن القبلة وتصلوا، بس إمام الجمعة يقدر يدير وجه عن القبلة، أما أنتم خالينكم في مئات الحمايات كلهم دايرين وجههم. إذا شفت السيد الوالد أنا يمكن ثلاثة أيام أتوسل بيه على أنه أربعة نوقف بس حوله يلا قبل واسطات وما ادري شنو كذا، قال بس انتوا الاربعه، واجى وقف واحد خامس، اجى قال لي ليش واحد خامس وقف؟ واضح؟ خمسه محمد الصدر، انت اكبر من محمد الصدر، محمد الصدر اكبر منك، خالد خمسه، وانت تحط 50 و100. واذا شفتني انا بصلاه الجمعه ذول المسافرين حبيبي كلهم من بغداد جايين، مو تجيبك من نفس المحافظه وتخليهم بدون وجهك، ونصهم هم ما قابل عليهم حبيبي، لانه لا يطيعون، يريدون شهره لا ومال لا اكثر.